ساحة التحرير. وحلقة جديدة من برنامج ساحة التحرير. ساحة التحرير هذه المنصة المفتوحة للجميع. اليوم الحلقة استثنائية وفعلا راح تكون من ساحة التحرير. اليوم هي الذكرى الأولى لانطلاقة الاحتجاجات لشبابنا الثائرين ضد الظلم وضد نقص الخدمات وضد أصلا العطالة والبطالة اللي مستشرية في البلاد اللي يعاني منها الشباب وحتى الشيوخ. اليوم عام مضى على ثورة تشرين، عام مضى على دموع الأمهات الثكالة، عام مضى على حزن الأصدقاء على فقدان أصدقائهم، عام مضى على يعني ضحايا كثر سقطوا في هذه الانتفاضة. ما ذنبهم؟ ذنبهم الوحيد أنهم يريدون أن يعيشون في وطن. اليوم الكل ينادي ويقول أريد وطن، فما أعتقد اليوم الوطن يعزوه علينا السياسيين. الوطن يوم ملك المواطن، مو ملككم انتم. مشاهدينا، طبعا اليوم فريق العمل كان متواجد في ساحة التحرير مثل ما هو معتاد عليه، متواجد دائما، لكن اليوم بالنسبة لكادر العمل اليوم يوم استثنائي. خلينا نروح نشوف شبابنا في ساحة التحرير شنو مشاعرهم وشنو آرائهم بهذا اليوم، وهو يوم مرور عام كامل على تواجدهم بالساحة. خلينا نشوف شنو اللي اتحقق من مطالبهم وشنو اللي بعد لسه منتظرين لأجله. تظاهرنا من 1/10/2019، يعني مظاهراتنا سلمية خالصة، علم والكلام، لكن احنا تصدينا من قبل الحكومات المتعاقبة بالرصاص، بقنابل الغاز، يعني ضد شعب العراق. لكن اليوم 1/10/2020 صار لنا سنة، هناك مطالب لمدة سنة لكن لا تحقق. الشهداء يعني 700 شهيد، 25,000 مصاب، يعني جريح، وما تحقق ولا عمل واحد. احنا العراقيين بالنسبة للشهداء يعني مال التظاهرات صار عليهم علامة استفهام من قبل الدولة، يعني ما أعرف إذا يروحون للمؤسسات المعنية ماكو أي حقوق. بالنسبة للجرحى قالوا نطلعهم خارج العراق، أي واحد يقدم المعاملات مالت الفايلات يرفضونه. وصار من شهر العاشر وهاي اليوم 1/10 وصار أكثر من سنة، لحد الآن لاكو حقوق ولا تعويضات. أول مظاهرة صارت بالعراق أدت من خلالها استقالة الحكومة السابقة. ثاني شيء تحرك الأحزاب مو مثل قبل، وكل العراقيين وحتى الأحزاب هم نفسهم يقولون هذا الشيء. ضغطت على الأحزاب وضغطت على الحكومة، وهسه الوعي اللي صار عند الشعب صار شبه يحكم نفسه. ما زلنا مستمرين بمطالبنا، واول مطالب احنا عندنا مطالب اول محاسبه قتله المتظاهرين، واثنين احنا نريد شو اسمه الانتخابات المبكره، واحنا باقين ان شاء الله وراجعين وتشوف هاي الناس الطيبه والخيره. إذن كان اليوم كادر قناة دبليو تي في متواجد في ساحة التحرير، متواجد مع أخواننا وشبابنا الثائرين في ساحة التحرير. طبعا اليوم نريد نعرف يعني مر عام كامل على هذه الانتفاضة، هذه الاحتجاجات ضد الظلم وضد الجور وضد نقص الخدمات وضد السرقات وملفات الفساد. ما الذي تحقق من هذه الثورة؟ ما الذي ينتظره شبابنا المتواجدين إلى الآن في هذه الساحات؟ طبعا راح يجاوبنا على أسئلتنا ضيوفنا الأكارم معي في داخل الاستوديو، الأخ منتظر الزيدي لامي وناشط، وأيضا راح يكون معنا الأخ حسين الشلخ عضو مكتب سياسي في حركة وعي. أهلا وسهلا بالجميع. نبتدي حديثنا مع أستاذ منتظر، كيف حالك؟ اهلا وسهلا نور، تحياتي لك. يا اهلا وسهلا. يعني
طبعا اليوم احنا نعزي انفسنا ونعزي اهالي الشهداء بهذه المناسبه. طبعا فقدنا كثير من شبابنا، حوالي تقريبا 700 ضحيه وشهيد و24 الف تقريبا، من غير المفقودين والمعتقلين اللي هم تقريبا بهم 55 مغيب لحد الان، ما نعرف شنو مصيرهم اليوم. ما الذي تحقق من مطالب المحتجين والمنتفضين، وشنو اللي ننتظره بعد؟ تحية لك ولضيفك الكريم الزميل والأخ حسين ولمشاهدي قناة دي دبليو. الحقيقة طبعا اليوم افتقدنا كثير من عائلات الشهداء، لم يأتوا إلى ساحة التحرير لسبب بسيط جدا، أنهم لم يملكوا أجرة النقل إلى بغداد وإلى ساحة التحرير. أهالي الشهداء، هذا الذي يعني يؤلم، أن الشهداء الذين سقطوا على هذه الأرض من أجل مطالب وأحلام هي حقوق في الدول الأخرى. مطالبنا كانت هي حقوق، القضاء على الفساد هو حق، العيش بكرامة حق، العيش بأمان حق، العيش في توفير العمل وفرص العمل والخدمات هذه حقوق وليست أحلام. أصبحت لدينا نحن هذه أحلام. في التحرير استطعنا أن نكسر حاجز الخوف الذي بنته السلطة المتعاقبة منذ تأسيس الدولة العراقية وإلى الآن، وليس فقط 17 سنة، بل وزيد على ذلك استطعنا أن نكسر حاجز الطائفية والنفعية والحزبية. يعني أستاذ منتظر، يعني اليوم الكل يقول أحداث ما قبل ما بعد 2003، وكأنه إحنا قبل 2003 كنا شعب مرتاح منعم ومرفه. يعني إحنا ما صارت الدولة العراقية لليوم إحنا شعب مغبون حقه ومظلوم، وهذا ما قصده. يعني حينما أقول منذ تأسيس الدولة العراقية، أنا أعني كل الحكومات التي سبقت 2003 بل كملت عليها 2003، أصبح القمع المقدس، وهذا لم يجري في الحكومات المتعاقبة منذ تأسيس الدولة العراقية. لم يكن القمع مقدس، كان القمع سياسي حزبي ملكي دستوري جمهوري إلى آخره، ولكن في بعد 2003 أضيف إلى ذلك القمع قمع مقدس. يعني أنت تخرج على الإله حينما تقول للسياسي الفاسد الذي ينتمي إلى حزب ديني أو كتلة دينية أنت فاسد، حينما تطالبهم بالكرامة والعيش وتقسيم الثروات بين الشعب وإتاحة فرص العمل وتوفير الخدمات، أنت تنتهك المقدسات والمحرمات التي بنوها على شكل هالات مقدسة تحيط بهم. ثورة تشرين ما أعطته شيء وما كسبته شيء آخر على المستوى القريب وعلى المستوى الاستراتيجي البعيد. على المستوى القريب استطعنا أن نكسر حاجز الخوف، أن نكسر حاجز التوبوهات والمقدسات السياسية لدى الناس ولدى الشعب. أصبح لدينا وعي جماهيري من أبسط إنسان لدينا، وهو الطلاب الإعدادية والمتوسطة والسواق التيك توك، إلى النخب والأكاديميين وإلى آخره. لذلك ما حققته الثورة على المستوى المادي هو ضعيف جدا، ولكن على المستوى المعنوي كبير جدا. وأضرب لك مثل، لم يكن أي مسؤول سياسي أو مسؤول حكومي ينفذ أي مطلب من مطالب الشعب أيا كانت مهما يكون، ولكن فيما بعد ثورة تشرين أصبح الصوت عالي، أصبح كل صاحب حق يطالب بحقه ويخشى هذا المسؤول من ثورة الشعب. لذلك هذا على المستوى القريب المعنوي. على المستوى البعيد الاستراتيجي المعنوي، نحن خلقنا الآن جيل قادم سيقوم بهذه المهمة بعد 10 و20 سنة و30 سنة. سيكون هنالك جيل يستند ويتعكز ويتنور بنور ثورة تشرين ويقوم بعمله في ثورة ضد أي طاغية أو ضد. نعم أستاذ منتظر، خلي نروح بكلامك ونأخذ مداخلة من الأستاذ حسين الشلق، عضو مكتب سياسي في حركة وعي. مرحبا بك أستاذ حسين. تحية لك ولجمهور قناتكم الكريمة والأخ والزميل والثار منتظر الزيدي. يا أهلا وسهلا بك أستاذ منتظر. طبعا ذكر أنه اليوم ثورة تشرين كسرت حاجز الصمت وكسرت حاجز المطالب اللي كانت يعتبرها السياسيين هي صعبة التنفيذ
مثل ما ذكر أنه اليوم أصبحت المطالب تتنفذ من قبل، إذا اليوم المتظاهر طلب شيء تتنفذ. فعلى هذا الأساس أريد أسأل، أنه اليوم كانت من ضمن المطالب هي تغيير هذا النظام أو تغيير الحكومة، على أثرها تغيرت حكومة عادل عبد المهدي بحكومة الكاظمي. إذن السؤال اليوم، هل الكاظمي هو مرشح ساحات التظاهر؟ من البداية أعزي نفسي وأعزي عوائل الشهداء وأعزي أخويا منتظر وأعزي كل العراقيين في هاي الذكرى الأليمة، الذكرى اللي ترجعني أني سنة من الوراء، تذكرني بالشهيد اللي سقط من أولادي، تذكرني بالشهيد اللي هو بعمر أبويا، بالشهيد اللي بعمر أخويا، تذكرني بألم المرأة كيف كانت تعيط وتصيح داخل ساحة التحرير، تذكرني بالقناص والطرف الثالث الغادر، تذكرني بالسيارات المدججة بالسلاح اللي كانت تخطف بأمانة تخطف أبنائنا وأخوتنا داخل ساحة التحرير. بساطة شديدة، أنا سبق وقلت وأقولها دائما، أقول نحن نعمل بعيد عن نظام الدولة، نحن نعمل وسط نظام عصابات. عصابة دخلت مع المحتل، استولت على قيادة العراق بالصدفة بعد أن رحمنا الله وأنقذنا من حكومة الدكتاتور المجنون هدام حسين. كنا نتأمل خير، الحديث طويل بهذا الموضوع، لكن بالتالي اتضح أنه إحنا يعني قالت هن يقولون غراب يقول الغراب وشيك أسود، يعني تأمننا أنه هاي القواعد وهاي الأسماء اللي كنا نذكرها على اعتبار حزب فلان خارج العراق وحزب فلان المعارض وحزب علان المعرف شنو، بالتالي اتضح أنهم مو أكثر من سرقة يعني قتلة ولصوص للأسف الشديد، يعني ما نقدر نعربهم غير إعراب. والدليل إذا أكو أي أحد ممكن يعترض على كلامي، الدليل 17 عام من الهلاك، بالنهار مختلفين وبالليل تلقاهم حبايب. بالتأكيد ست نور، يعني 17 عام من الهلاك من السرقات إلى أن هسه إحنا على إشراف العودة للبند السابع، هذا بفضل من؟ بفضل الماكينة السياسية الفاشلة كما هم أطلقوا على نفسهم، قالوا نحن فاشلين أو فشلنا. المفارقة الكبيرة، الفاشلين هم نفسهم بالوقت الحاضر يحاول يزج نفسه بالانتخابات بوجوه جديدة. الإرهاصات اللي صارت، عادل عبد المهدي كيف أتى للحكم؟ أتى لأنه وقع على ورقة بيضاء، يعني الورقة البيضاء تقول أنت تتصرف أو أنت كجندي شطرنج اللي يتحكم بك التحالف اللاوطني، لان هم بعيدين عن الوطنيه بالتاكيد، او التحالف السني او التحالف الشيعي، قضيه محاصصه، بيت خمس غرف كل واحد اخذ غرفه بها ثروات او اموال كثيره وانتهى الموضوع. صار ما صار في تشرين وجاء السيد الكاظمي. السيد الكاظمي ليس مرشح يعني ساحه التحرير، السيد الكاظمي بالبدايه كنا نتامل خير على اعتبار هذا الرجل جاء من جهاز مخابرات ليس عادي. احنا ليش نسال استاذ حسين؟ يعني احنا ليش نسال هذا السؤال؟ لان قبل الكاظمي كان هنالك ثلاث مرشحين، كل ما يجي مرشح المتظاهرين يرفضوه، يطلعون صوره علامه اكس عليها. المتظاهر ست نور، سؤالنا انه ليش الكاظمي صار عليه توافق من الجميع حتى من المتظاهرين؟ عفوا، المتظاهر يعني بيهم الاكاديمي وبيهم مع احتراماتي لهم الساذج، بيهم العقليته قاصره، بيهم، لكن بالتالي هم كلهم عندهم روح وطنيه وذهبوا للتحرير. لما كانوا يرفضون اي شخص كان، هم كانوا يرفضونه بطريقه اللاوعي. الكل يعلم ان العراق بالمجمل او الحكومه العراقيه او الانظمه اللي جاءت للعراق بعد 2003 هي انظمه جنود شطرنج تحرك من الخارج. الكاظم التوافق اللي صار عليه مو توافق ساحه التحرير، ساحة التحرير بعيد عن الكاظمي، توافق الأمريكان مع إيران وليس توافق ساحة التحرير. المنظومة السياسية يعني وهي تنزف دم قبلت بالكاظمي، ليش؟ لأنه الراعي الإيراني والراعي الأمريكي قال نعم، إذن هم يجب أن يقولون نعم. الكاظمي ليس مرشح ساحة التحرير، كنا نتأمل خير ولو 1% أنه الكاظمي جاء من جهاز مخابرات، فبالتالي راح يخرج لنا بالطرف الثالث.
نعم واحنا قلناها يعني اتحدى يعني حتى منتظر الاخ والزميل والحبيب استاذ منتظر اتفقنا انه اللي يقدر يظهر لنا الطرف الثالث ومن قتل ولدنا وابنائنا. انا اليوم ما اتحدث باسم تشرين لان مو من حقي، لكن انا اتحدث اليوم عن ذكرياتي. اللي يقدر يجيب لنا الطرف الثالث هو هذا اللي ممكن يسقط الهرم وممكن تنكشف كل الاوراق، لانه اني واصر على ولحد الان اصر على الموضوع، اللي يظهر لي الطرف الثالث هو اللي يقدر يقود العراق بالطريق الصحيح. هاي نقطه وراء السطر. هو بكل الاحوال سواء الشهيد سواء تشريني متظاهر غيرها من المسميات، هي بكل الاحوال انقتل، اللي احنا نريد نعرف اللي قتله منه. والله يا ريت لو يظهر لي يعني قاتل مثل ما راح البيت هشام الهاشمي وقال له قال مثل ما يقول تعهد الولده وتعهد الولد رهام الاهل رهام وتعهد، اتمنى يظهر لي واحد. انت ليش تجي للطبقه للجيل السابع؟ انت ليش ما تجي للجيل الاول للجيل الثاني؟ يعني الموضوع هو هم مو يعني بامانه حتى نكون منصفين، امر مو عادي، امر يراد له بطوله ويراد له رجل من حديد مصنوع من حديد، رجل غير مؤدلج لا من الخارج ولا من الداخل، رجل عراقي بحت. نعم. أمانة شديدة اللي يقدر يخطو خطوة للأمام بالطريق الصحيح. نعم. أستاذ منتظر، الأخ حسين يذكر أنه الكاظمي ليس مرشح المتظاهرين، لكن يعني صار عليه يقول لك بلكي يطلع من عنده شيء، كانوا يعني متفائلين بقدومه. اليوم السيد الكاظمي شنو اللي قدم المتظاهرين؟ لان هو اول ما اجى استلم رئاسه الوزراء او مجلس رئاسه الوزراء يعني وعد المتظاهرين خيرا بالكشف عن قتله المتظاهرين، وايضا الكشف عن اماكن وجود المغيبين والمعتقلين، ايضا ضحايا الشهداء يعني اهاليهم. نعم. ايضا وعدهم انه يعوضهم ب يعني حالهم حال اي شهيد ارهاب. طيب اكو قول للقذافي لما اجتمعت الدول العربيه حتى تقدم المساعدات للفلسطينيين سنه 2000 في انتفاضه الاقصى. والناس كلها توعدت انه فلوس وما اعرف شنو كذا. نعم. قال سمعنا وعود ولم نرى النقود. احنا شنو اللي حصلناه من الوعود اللي 17 سنه حتى نحصل من شخص جلبه لنا؟ هم من قتل المتظاهرين ومن وضعوا تلك الحكومة ومن طلب من عادل عبد المهدي أن لا يستقيل أكثر من مرة، هم نفسهم اللي حطوا السيد الكاظمي. طبعا احنا مع احترامي للشخوص نحن نتحدث عن أفعال. نحن سمعنا وعود وإلى الآن من شقد صار له؟ صار له 8 شهور 7 شهور إلى الآن لم يقدم شيء، لم يقدم ورقة حقيقية صحيحة. نحن الآن أضيفت إلى مطالبنا بإزاحة السلطة الحاكمة من 17 سنة التي فشلت بتحقيق أي هدف وطني أو تحقيق أي عدالة اجتماعية أو تحقيق أي مشروع خدمي حتى، بل بالعكس كل شيء يعود إلى الوراء. لذلك أضيفت إلى هذه معرفة من قتل أبنائنا، والأمر جدا بسيط. القوات الأمنية التي كانت ترابط على الجسور المحيطة بساحة التحرير من الجهة الشمالية، من هم هؤلاء؟ من هي قيادتهم؟ من هم الأشباح الذين كانوا يرتدون السواد ويقتلوننا في النهار؟ لا نتحدث عن الطرف الآخر والميليشيات والعصابات المسلحة التي تختطفنا بالشوارع وتقتلنا. نحن نقول التي القوات التي على مرمى عصا من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ورئاسة الجمهورية، الماسكين إلى المنطقة المحادية لجسر الجمهورية، قتلوا من أبنائنا العشرات، قتلوا العشرات من أبنائنا وأمام السلطات كلها تتفرد. لماذا لم يتم جلب قادة هذه القوات ومحاكمتهم؟ سهل جدا، لا يحتاج إلى لجنة، إذا عمل لجنة معناته التسويف، وإلى الآن السيد الكاظمي يسوف، وهذا التسويف هو ليس في صالح الثورة ولا الثوار. حتى يقول السيد شلخ وأنا أختلف معه أننا وافقنا، يعني أستاذ منتظر يعني شنو اللي مخفي بالموضوع؟ يعني نعم نعم، احنا يعني من خلال الكاميرات من خلال التصوير نعم مبين القوات اللي تضرب الدخانيات وغيرها. فنور اسمحي لي حتى اكلم هاي المفرده، انه سيد شلخ قال انه الكاظمي كنا موافقين عليه كذا. حقيقه لم نكن موافقين بقدر ما كان هو واقع حال فرض على الساحات في وقت الكورونا. كنا نتامل اخي منتظر. اي نعم نعم، عفوا استاذنا، يعني هو كان في واقع حال في زمن كورونا، لم نكن مستعدين لأي تضحية جديدة وانتشار الوباء، حاولنا أن نحمي ساحة التحرير وأن نقول للناس
خففوا قليلا من الزخم الموجود بساحة التحرير في تلك الأيام. يعني نتحدث يعني عن موضوع كورونا ولا وضع عفوا وضع السيد الكاظمي على حين غفلة. من وضع السيد الكاظمي؟ هو من وضع الذي قبله والذي قبله والذي قبله. نحن ليس لدينا مشكلة مع رئاسة الوزراء وهذا المنصب، وكما قال أخي حسين لدينا مشكلة مع من يعين هذا الشخص، مع من وقع على عبد المهدي صك أبيض وقبله وقبله. لذلك نحن نقول إننا الآن أمام خيار صعب وكبير ومصيري بالنسبة للعراق وبالنسبة لثورتنا. نحن الآن نعتبر أقلية في ساحات التظاهر بالنسبة لحجم العراق، ولكننا صامدون منذ عام في الساحات، ننام فيها ونأكل فيها ونطارد فيها. لذلك نحن هاي دعوتنا للعراقيين، حتى الجندي لما كل شهر عنده نزول وبديل إله. نحن جنود وموافقون على أن نكون جنود، ولكن لا نريد بدلاء لنا يكونون في الساحة، نريد مؤازرين لنا في الساحة. نعم، ذكر أستاذ حسين، طبعا الأخ منتظر ذكر أنه يعني السيد الكاظمي ما قدم لغاية الآن شيء للمتظاهرين ولا لمطالبهم، واللي هم موجودين أصلا بساحة التحرير من أجل يعني تنفيذ مطالبهم المشروعة ولو بقسم من عندها، ولغاية الآن ما تنفذ من عندها ولا 1%، حتى بما يخص موضوع تغيير الحكومة واستقالة عادل عبد المهدي. مثل ما ذكرت أنه عادل عبد المهدي كان موقع على ورقة بيضاء يستقيل شو وقت ما طلبه من عند الجماعة. إذن وعليه، هل هنالك تصعيد آخر من قبل المتظاهرين مثل ما شفنا يعني شاهدنا بالعام الماضي بتشرين بالتحديد؟ سؤال لي عفوا. نعم، يعني ذكرت أنه نعم إليك أستاذ حسين. ببساطة شديدة احنا حتى لا الأمور تروح لطرق ممكن ما يفهمها المتلقي عبر قناتكم، احنا قضية الكاظمي ولا كان عبد المهدي ولا اللي قبله، أنا من يعني خليتها بين هلالين، احنا نعمل تحت منظومة ونظام فاشل، هذا باعترافهم. دستور كتب بإرادة أمريكية، دستور دائما أذكر هاي الكلمة لأنه من أذكرها تألمني، دستور لم تذكر به المواطنة أو المواطن، ذكرت به المكونات على أساس أنه شيعي وسني وكردي وأقليات. يعني اليوم مطلوب للمواطن أنه يكون ضمن أقلية أو ضمن مذهب معين أو ضمن حزب معين حتى يحصل على حقوقه. يعني هم بالتالي هم يراهنون، يعني استطاعوا أن يأدلجوا الشعب العراقي لفترة من الوقت، حتى شراهتهم وبالسرقات والحرمنة فشلت مخططهم، اللي فشل مخططهم هم فشلوا نفسهم. ليش؟ لان الشراهة مع احتراماتي والسوداوية، واجلكم الله انا اسف اذكر هاي الكلمة لكنه ارتاح من اقولها، وقذارتهم بالسرقات بهاي الشراهة العجيبة هي فشلتهم وصلتنا تقريبا للصفر. العراقيين اليوم يستحقون ان يكونون افضل من دبي، كل الاحترام والتقدير للإمارات، وأفضل من السعودية وأفضل من دول الخليج، أفضل من دول كثيرة، لكن وصلونا المفارقة الكبيرة. خيرات أكثر من باقي البلدان أكيد. المفارقة الكبيرة هدام حسين ونظام البعثية اللعين كان مؤمن من ناحية المدارس، من ناحية الإعاشة ممكن للطلاب أيام زمان أكيد منتظر يتذكر، وإحنا كنا نعمل أو عايشين مع نظام بعثي. بالوقت الحاضر نشوف يعني ماكو مدرسة عندنا انبنت، والمدارس اللي انبنت بعد 2003 اللي بنتها بين هلالين وحدة إعمار العراق، المستوصف اللي انبنى بعد 2003 بنتها وحدة إعمار العراق، هاي الوحدة خاصة كانت من الأمريكان، تبرعات تأتي وضاخ والأمريكان كانت تبني. أنا أرد أشوف اليوم هم ايش بنوا وايش قدموا. أنا بس يعني هاني سؤال محيرني، ليش الأمريكان هم عندهم ضمير مثلا من يشوف طالب ذي قار بمدرسة طين جالس على الارض هو عنده ضمير حتى مثل ممكن يتحرك ضميره من يشوفون بالشعله او مدينه الصدر او بالزعفرانيه 60 طالب في غرفه واحده بدون بدون بنكه بدون مبرده بدون اي متطلبات، وتريدون منا نجاح وتخلوا له اسئله صعبه يقبل على ابنه هذا الوضع؟ يقبل على ابنه هذا الحال؟ متزكعين بالخارج قالت ذاك السيد يقول كلكم جيتونا بكيه وكيه مقرفه
بروائحكم النتنة. زين استاذ حسين، هم ليش كليتهم تشوفهم اليوم هم موجودين هنا على مود الحكم وعلى مود الفلوس، واهلهم قريبين من الامام علي عليه السلام يقول اطلب الحاجة من بطون شبعت ثم جاعت. ذولا ولد فقر، اجونا فقراء جياع كانوا متسكعين بالحواري مال بوخارست واجوا للعراق، وهذه الرافدين تتوقعين انه هو ممكن يشبع؟ هذا ما ممكن عينه تشبع، لان اللي انولد بفقر مهما يملك يبقى فقر. الغريب بالموضوع سرقوا ما سرقوا تليونات الاموال العراقيه، سرقوها من النفط وما زال يسرق. ليش؟ يعني شو وقت تنتهي هاي الشراهه؟ شو وقت تشبع؟ ما جاي اعرف. ناس عديمين الضمير بامانه شديده، اللي يقتل واللي يخطف، انا هسه هاي معلومه قسما بالله، بعض المختطفين اللي خطفوهم خارج ساحه التحرير، يعني والله انا اخجل اقولها، فعلوا بهم افعال يندى له الجبين، والله العلي العظيم، يعني هاي اقولها عبر قناتكم. ناس دول بعيدين عن الضمير، ما عندهم هاي الروح مال الفروسيه واخلاق الفرسان، ناس ولد الشارع، يعني انا اسف الفظ هاي الالفاظ، لكن هي مريحه اللي هي انا شخصيا المتلقي العراقي راح يسمعني. نعم استاذ حسين، اهم شيء احنا يعني ما نريدك تعصب، ونريد حتى تجاوبنا على اسئلتنا باريحيه. احنا نعيش ست نور، انا اسف، العراق وسط الم، الم الم بدا من 68 والان زاد الالم. يعني ناس تتوقع من يجي يصير رئيس مجلس الوزراء شيعي، قلت الجنوب خلاص هاي هي راح يصير جنه، والبصره راح يصير دبي. البصره هاي ام الخير، يعني هاي المتظاهرين لكم مي ما قدرتوا تشربوهم، لا زال الى الان بالاشاره الضوئيه البصره يبيعون بكيس مي، هم مو بطل، بكيس بكيس ارو لكم، خجلوا والله ما عندكم ذره ضمير. انا اسف اعذريني، لكن هو الم، يعني احنا نعيش الم، نطلع بالشارع نشوفهم بالاشاره الضوئيه العراقي هسه جدي هنا بالعرصات. نعم عندكم نبي انتم، عندكم رب تعبدوه. نعم استاذ حسين، طبعا كلامك جدا واقعي وعين الصواب. استاذ منتظر، يعني ذكر استاذ حسين انه موضوع انه المواطن اليوم ينقص الكثير من امور الحياه، خاصه بما يخص بناء بنى تحتيه جديده، اعاده اعمار البنى التحتيه القديمه اللي تهالكت صار لها سنين، هي نفسها اي حكومه تجي هي تستعمل حتى بنايات الوزارات والمؤسسات الدوله والدوائر كلها نفسها. طيب اليوم الشعب ناقم على الطبقه السياسيه، وهم اليوم يتهيئون الى اقامه انتخابات مبكره. طبعا الانتخابات المبكره هي من ضمن مطالب المتظاهرين اليوم. اليوم شنو راي المتظاهرين بهذه البرامج اللي يسووها والحركات اللي تعتبر يعني برامج انتخابيه او حملات انتخابيه لهم، والحد الان هو قانون الانتخابي هو مو واضح المعالم؟ شوف سيدتي، بالنسبه للقانون الانتخابي مالتهم، دوائر ضيقه، دوائر كبيره، دوائر صغيره، صدقيني يعني باختصار هي كيكه قطعتها على 8 قطع او على 12 قطعه، انت راح تاكلها كلها. زين وين حصه المواطن من هاي الكيكه؟ ماكو، لو بس يتفرج ماكو. صدقيني طالما بقي هذا النظام لن يهنأ العراقيون، طالما بقيت هذه الطغمه الفاسده الحاكمه تتحكم بمصير ومستقبل العراقيين لن تقوم للعراق قائمه. الحل بسيط، منا اليوم 25 الحكومه تمهل هذه المده الى يوم 25، انه الذي يحدث طلباتنا طلبات الثوره نفسها بالبدايه اللي خرجنا عليها يجب ان تحقق، والا خلي تستقيل الحكومه. نحن الان قطعنا الطرق حتى خيمنا بالتحرير، سنحرقها ونتوجه الى الخضراء اذا اقتضى الامر، لان صبر العراق صبر الجمل، والان صبرنا سينفذ، واعتقد الناس بعد 25 تشرين ستنسى الثورة تشرين وستنسى التحرير. لذلك مهلة للحكومة منا إلى يوم 25، إذا ما نفذت المطالب عليه الاستقالة، وخلونا يعني احنا والفاسدين مباشرة، يعني باقي لنا 24 يوم، اي خلونا احنا والفاسدين. يعني انت لا تستطيع يقدرون يسوون شيء بهاي ال 24 يوم؟ هم 17 سنة ما سووا 100%، احنا صبرنا نفذ. انت سيد الكاظمي تقول انا لا استطيع تحريك كذا، انا لا استطيع اعمل كذا، اذا شنو اللي جابرك؟ احنا اعطينا فرصه وصمتنا، لم نرضى ولكن صمتنا على تعيين السيد الكاظمي، عسى ولعل ان ينقلب عليهم وكذا، لم يحدث شيء. لذلك نحن اليوم يوم واحد الى يوم 25، سيكون لنا خطاب اخر منا الى ذلك اليوم على الحكومه، على السيد الكاظمي اذا اراد ان يعني يعرب عن حسن نيته
أن يقدم استقالته يوم 24 ليلا ويتركنا إحنا والفاسدين مباشرة. يقول أنا لم أستطع التقديم وخلوهم. ليش؟ لأن هم يستهينون بالشعب، هم استهانوا بينا، استهانوا بدمائنا، سقطوا دمائنا، اعتبرونا حشرات تقتل. هذا خطابهم، خطابهم الفئوي والشعبوي الذين يقولونه. أنا قلتها وسأقولها أن الضغمة الفاسدة وميليشياتها عملت على تسقيط ثورة تشرين أكثر مما عملت على تسقيط داعش. ولو عملت هذه الكتل وجيوشها الإلكترونية وفصائلها المسلحة على أسقاط داعش لسقطت في 17 يوم مو بالسنوات، ولكنهم اختاروا المواجهة معنا مع الشعب، ومن يواجه الشعب يخسر بالنهاية. لا يوجد طاغية في العالم واجه الشعب إلا وخسر. نعم نعم أستاذ منتظر وأستاذ حسين، عندنا زيارة أخرى لساحة التحرير مع شبابنا وأخواننا المتظاهرين اليوم. مثل ما ذكرنا كادر قناة دبليو تي في متواجد هناك ليستذكر مع أخواننا المتظاهرين هذا اليوم. نروح ونرجع وياكم. أولاً محاسبة قتلة المتظاهرين وانتخابات المبكرة، قانون الانتخابات المبكرة، وهاي بسلمية كلها جايين، وش يعني نقول مرور سنة على انطلاق الثورة جايين، وعمد نأكد احنا بعدنا موجودين يعني، وماكو فرق بين كبير وصغير، مثلا الغني الفقير، ماكو فرق، كلها جاية. اولا الرحمة والغفران لشهدائنا الابرار، عاجل باسم الشعب العراقي من ساحة التحرير حصرا مقابل المطعم التركي، عاجل بان الثورة مستمرة، مر السنة على ثورة تشرين، سنة كاملة مرت على ثورة تشرين. شنو اللي سويتوه؟ يعني أم شهيد جايب هذا الشمس واقفة لحد هسه محقق المطالب، كذبتوا عليها قلتوا مليونين راتب ننطيها، وين المليونين؟ وين المليونين؟ شو الراتب صار يوم 30 بالشهر و20 بالشهر؟ طالبنا بمحاسبة قتلة المتظاهرين، متظاهر يعني المتظاهرين سقطوا 800 شهيد و30 ألف جريح، واحد ما حسبه، على الأقل حتى ما علنوا اسم واحد، إعلان اسم واحد مجرم اللي قتل المتظاهرين ما علنوه. يعني اريد اعرف من اللي قتلهم ذول؟ الواحد ماتوا، اثنين احنا شلون نشارك بانتخابات والمجرمين موجودين والقتله موجودين، قتلوا متظاهرين قتلوا الشعب ويقدمون مصالح الدول على حساب مصالح بلدهم، شلون نشارك احنا بانتخابات مزوره؟ لو كان الحل بالانتخابات ليش طلعنا للتظاهرات؟ ما رحنا غيرنا عن طريق الصناديق. شاهدينا يعني مثل ما شفنا كلام متظاهرين اليوم يسألون الحكومة أنه اليوم شنو اللي قدمتي إنه، مثل ما ذكر الزميل منتظر أنه موعدنا يوم 25، هذه هي آخر مهلة يقدموها المتظاهرين طبعا حسب البيان اللي صدر من عندهم اليوم بهذه المناسبة. اليوم أستاذ حسين في حالة استقالة الحكومة ونقلنا عند طلب المتظاهرين، برأيكم مو راح يصير عندنا أيضا فراغ آخر مثل ما مرت علينا أيام وإحنا بفراغ حكومي وفراغ وزاري، وهي أصلا مع تواجدهم وأصلا هم وجودهم وعدمه هو نفس الشيء؟ في ماذا استقال السيد الكاظمي، وأنا أشوف من الأفضل اللي هو أشرف له أنه هو يستقيل، لأنه ما راح يحقق في الشيء، هو دا يحقق خريطة رسمت دا يحاول أنه يمشي بيها بطريقة أو بأخرى. بالتأكيد نذهب إلى حكومة انقاذ وطني حل البرلمان وحكومة طوارئ تجي تدير المسألة على أساس تحاكم الفاسدين، جيب لنا القتلة مال المتظاهرين بما يسمى الطرف الثالث، جيب لنا يحاكمونا اللي ما هي مسببات سبايكر، ما هي مسببات سقوط الموصل، العراق تهالك، آفات الفساد تنفتح بعد، يعني كل الملفات ماكو ملف يغلق. زين في حالة إقامة مثلا حكومة إنقاذ، شنو اللي يضمن لنا أنه ما راح تكون عندها أجندات خارجية أو مو عندها مثلا تجي التأثيرات الخارجية تجي أمنة تجي تريد السيطرة وتريد تأثر عليهم وتأثر على القرار وصنع القرار والأحزاب كذلك؟ حكومة إنقاذ تأتي من المؤسسة العسكرية، والمؤسسة العسكرية طيب ليش ما تشتغل المؤسسة العسكرية هسه؟
تعرفين يعني المؤسسة العسكرية بالتالي فلان فريق تابع لفلان جهة وفلان جهاز تابع لفلان جهة وجاي تشوفين التحاصصية. يعني هي القضية مال الكاظمي ما اختلفت كثيرا، يجوز صارت انا برأيي اسوء. ليش؟ لان هو اجى على اساس قائد الضرورة، لكن بالتالي هم رجع للمحاصصة بطريقة باخرى. اثبتنا هذا بتوزيع المناصب، بطريقة توزيع المناصب اثبتنا انهم لا زالت المحاصصة قائمة بالبلاد. الشعب يختار قائد للحكومة الإنقاذ الوطني، مو هم اللي يختارونه، ولا أمريكان تختاره ولا إيران تختاره. الشعب وأبناء التحرير الأنقياء المسالمين أصحاب العلم هم من يختاروا من يقود المرحلة القادمة بطريقة يعني الاستفتاء والانتخابات. ممكن استفتاء، ممكن استفتاء، ممكن يعني مو تحت مظلة الأمم المتحدة، تحت مظلة أي بلد جار. ممكن هو يظلل على العراق يسوي لنا استفتاء خلال 24 ساعة، ممكن احنا نأتي بحكومة انقاذ وطني وقتية غير معنية لا بانتخابات ولا بأي شيء آخر. العراق متهالك. الكاظمي سيد الكاظمي يعني انا ما احكي يعني عن شخصه وانما احكي عن عمله، ما قدم فتشي ولا السابقين راح يقدمون ولا هاي المنظومه ممكن تطرح لي فتشي اخر، مثل ما يعني سلفت انه ناس هم عديمين الضمير من خلال قناتكم قيادة حركة وعي بالمجمل مع طلبات كل الشعب العراقي السلمية اللي تدعو إلى القضاء على الفساد والفاسدين. نعم نعم أستاذ منتظر، يعني بخصوص الاتهامات اللي تلقاها الثوار، ثوار تشرين، يعني كثير من الاتهامات اتهم بها، منها أنكم جوكرية وتابعين أو قوين من السفارات. طيب اليوم شنو ردكم على هذا الكلام؟ طبعا أنا منتظر الزيدي، يعني شنو جوكرية؟ يعني أريد أعرف هذا المصطلح صراحة. إيه أنا الصحف المعروف بالعراق ببغضي للسياسة الأمريكية وليس للشعب الأمريكي، للسياسة الأمريكية وللاحتلال الأمريكي منذ 2003 ولا هذه اللحظة. أنا يسموني جوكري. تخيلي أنا جوكري، أنا بالسفارة الأمريكية. يعني ما أعرف يعني طبعا أكو أحد اللي شباب اللي طلعوا بالاستطلاع قال إحنا علامة استفهام. شوفي اللطيفة وين؟ جمهور المقاومة ومحور المقاومة الموجود في إيران وسوريا ولبنان يطلق علي أنا لأن خرجت على في تظاهرة، يطلق بعضه يطلق إنه منتظر الزيدي بالمشروع الأمريكي والسفارة الأمريكية. ليش؟ لأن منتظر الزيدي خرج على الفاسدين الذين جاءوا على ظهر الدبابة الأمريكية من 17 سنة. يعني هل شاهدتي سذاجة ووقاحة وقلة وعي أكثر من ذلك؟ وهذا ليس المهم، يعني هذا مو مهم. هذا الدور على عاتق من وقع، يعني تعتقد على عاتق الإعلام هو اللي تبنى هذا هاي الاتهامات؟ الإعلام الذي هاجم الثورة واتهم الثورة وسقط الثورة هو إعلام ما يسمى بالاتحاد الإسلامي للتلفزيونات والإذاعات اللي بيها تقريبا 30 فضائية وإذاعة عراقية من ضمنهم. هذا الاتحاد هو من شيطن التظاهرات وهو تقع على عاتقه جزء من قتل بعض المتظاهرين وبجزء من تأليب الناس وبعض الناس عليهم. هذا المد الإعلامي ما عدا طبعا الجيش الإلكتروني بتويتر وفيسبوك وغيرها، لذلك شيطنونه جعلوا الحق باطلا والباطل حقا. تخيلي نحن خرجنا على حكومة وضعتها ودستور وضعه الاحتلال الأمريكي يسموننا أبناء السفارة، والذين جاءوا مع المحتل وساهموا مع المحتل بتكسير العراق وما وصل إليه الآن يسمونهم المواطنيين والمقاومين. يعني حتى شوفين أي سذاجة نحن نعيش بها، أي زمن ساذج نحن نعيش به. المطالبون بالحرية، المطالبون بكرامة شعب، يسمون جوكرية وفاسدين وأبناء سفارات، والذين يسرقون قوت الناس يسمون الوطنيين. السفارات شنو علاقتها بالموضوع؟ والله ما أدري يا سيدتي. أشوف فجأة وإحنا قاعدين بالتحرير انطلقت حملات هاشتاج أنه أنتم أبناء السفارات تستلمون، يعني حتى اللطيفة حطوا بينا قائمة على أساس أنه لما اقتحموا استعلامات السفارة الأمريكية وجدوا قائمة من ضمنها منتظر الزيدي وكثير من الناشطين أنه راتبي، أنا راتبي 20,000 دولار شهريا من السفارة الأمريكية. زين طيب زين اليوم المنظمات اللي تأخذ دعم من السفارات
وتعمل بها بعض الأنشطة، بعض الدعم، كلها تابعة لهم. هذول هم نسميهم دوكري وسفارات. المنظمات التي تأخذ دعم من السفارات ومن ضمنها من السفارة الأمريكية كلها تابعة للأحزاب. لا يعني القصد من كلام من سؤالي أنه هذول هم نسميهم أبناء السفارات. أنا أعتقد هذول الناس يعني هم أخطر من عندنا، يعني هم في خطر أكثر من عندنا. اللي يأخذون من سفارات ويسوون هاي المنظمات المجتمع المدني NGO ساعد الله قلبهم. أنا أعتقد معظمهم توقفوا عن هذا العمل الإنسان الخيري صح بالضبط. بسبب هذا الظرف وهذه التهمة. يعني شوف اليوم العمل متوقف بمساعدة النازحين اللي بالمخيمات، اليوم يشكون من قلة صدقيني الاهتمام، الناس وما حد يجيهم من المنظمات. تخاف. يعني هم منعين، لا نطيك ولا خلي رحمة الله تجيك، منعين من الناس خيراتهم وحقوقهم والواجبات المناطة بالحكومة والمؤسسة مؤسسة الدولة العراقية، وبنفس الوقت يمنعون عنهم أي منظمة NGO هسه تجي عالمية. لو منظمة عالمية مثلا أطباء بلا حدود اللي هي ما تابعة لأي جهة لو جاءت تعمل، أيضا يتهمون من يعملون معها أنهم جوكرية وأنهم سفارات وأجانب. فهذا التخوين والتسقيط الغرض منه إحداث فوضى ولبس الحق بالباطل وبقاء الفاسدين. أستاذ حسين، يعني ما بعد 25 يعني تاريخ 25 اللي هي المهلة المحددة من قبل المتظاهرين، يعني تعتقد أن الثورة راح تعيد جذوتها من جديد مثل ما انطلقت أنه هاشتاك أو هي من أهم المطالب هو الريد وطن؟ يعني لو تشوفون حضراتكم أنه الثورة فقدت الكثير من رونقها ودعمها، والدليل يعني على كلامي أنه ده شفنا اليوم الأعداد في ساحة التحرير باستذكار هذه المناسبة قليلة جدا بالنسبة لي مقارنة ببداياتها. يعني كل الاحترام والتقدير ليش كان الأولى هذا السؤال يوجه لأخويا منتظر على اعتبار أنه ما زال يعني داخل تشرين. لكن أنا اليوم أنطر رؤية، أنا مو من حق اليوم أتحدث عن تشرين، أنا أتحدث قلبي وعقلي وكل كياني وأهدافي التشرينية أحاول أحققها بمجال آخر. لكن كرؤية يعني لكون حضرتك أهدافك التشرينية نعم. أنا أيضا سألتك هذا السؤال كرؤية، أنه أنا أشوف أتمنى أولا تخلو من الخيانات. تشرين فشلت لأنه مثل ما قال أخوي منتظر أكو بعض الأجندات اللي دخلت داخل تشرين قدرت تسوي نوع من التفرقة، قدرت تقود الناس بعض المتظاهرين المأجورين اللي هم أجونا من الخارج، أصلا هو مو متظاهر لكن حسب على المتظاهرين، حمل فلوس دخل للساحة، قدر يأدلج، قدر ينطل الماء عنده، قدر يقود الناس بالعقل الجمعي. بالتالي أنا أتحدث عن المأجورين اللي هم نسبة جدا قليلة لكن أثروا بتشرين. أتمنى 25 القادمة تخلو من هذا، لكن بالتالي نفس الوقت أنا أحذر كل أخوتي كل ميعين يعني اللي داخل تشرين وضواها يكونون حذرين من الفتنة القادمة. أكو فتنة قادمة، هناك غرف مظلمة تعد العدة يعني لافتعال أي فتنة داخل التحرير في سبيل الذهاب للفوضى. هل بسبب الانتخابات؟ الأحزاب بسبب الانتخابات هذا الشيء؟ الأحزاب السياسية الفاسدة مستعدة تحرق نص العراق وتبقى بمكانها. فخلي يكون بحساباتكم، كونوا حذرين من المؤدلجين. انا وجه هسه كلامي خصوصا للي كانوا يجون يمي يسولفون ويعدوا لي اسماء فلان وفلان، انا ما اقدر اذكرها لان ما اريد اتحاسب بدون ذكر هاي الاسماء. اكون ما يكونون جزء من عندكم. بدت الفضائيات، بعض الفضائيات اللعينه بدت تصدر بيهم من جده وجديد. اللي اتمنى تكونون حذرين. اللي اخذ مال فاسد من سني فاسد هو نفسه اللي اخذ مال فاسد من شيعي فاسد، هو نفسه اللي اخذ مال فاسد من سفاره فاسده. فالمشكله هم مجموعه يتجولون بين السنه والشيعه والسفارات ويجي لساحه التحرير في سبيل يقدم او ينفذ ما يريدين الثلاثه. والمشكله والطامه الكبرى الثلاثه يعرفوهم انهم منتمين للجميع، ويجي يتهم لي منتظر الزيدي او قيس العاصم او فلان من الناس، مع احترامات للجميع، يجي يتهم لي متظاهر سلمي شريف بطل، يتهمه انه هذا مع احتراماتي انا اتحفظ على كلمه جوكر او عميل وما شاكل ذلك. فاني اعتقد الجوكر الحقيقي اللي هو موجود بالخضراء داخل الخضراء اللي يحاول يأدلج ساحة التحرير بما يريده. واتمنى يكونون حذرين، مرينا بدرس وامتحان صعب
قدمنا 711 شهيد انا حسب اللي هم لحد حتى احصائيه ما ينطون، يا ما اعرف مين يخافون، هاي حكومتنا حتى الاحصائيه بتقدر تعطيها للاسف الشديد، يعني عاجزه من كل شيء. لكنه اتمنى وكان سبب بهاي الاحصائيه بعض المرتزقه، كان ممكن احنا ينقتلون منا 300، لكن بسبب ذولا وبسبب دفعهم الى الجحيم صرنا 700 وممكن 25، يا يعني لا سامح الله. وهذا الشيء ما اتمنى طبعًا. يمكن يوم 25 يعيدون السيناريو، فانا اطلب من اخوتي بساحه التحرير، اطلب من المتظاهر السلمي البطل الوطني، اطلب ان يكون حذر، احتمال القادم يكون اقصى. لا سامح الله، احنا طبعا بالتاكيد ما نتمنى انه نشاهد مثل هذه الاحداث اللي شفناها بالايام السابقه. هذا كرسي هارون اللي هم يدعون دائما، هارون سجن الامام موسى الكاظم، الحجاج قطع ايد الزوار، ما اعرف منو قتل فلان امام، يا انتم اسوأ منهم، اسوأ منهم بكثير، واهل البيت براء منكم. نعم استاذ منتظر، طبعا استاذنا وزميلنا حضرتك لان يعني ماستر بماده الاعلام، فعفوا باختصاصك في كليه الاعلام اكيد استاذ وزميلنا ايضا، بما يخص البيان اللي صدر اليوم من ساحه التحرير ومن المتظاهرين، هل يعني البيان هو كان ملزم لكل الساحات ام فقط في ساحه التحرير؟ شوف سيدتي وزميلتي وصديقتي ايضا نور، الموضوع البيانات هي عمرها ما كانت ملزمة، ولكن هي مسلمات عامة، هي مسلمات عامة يتفق عليها الناس، مو بضرورة يكون منتظر زيدي هو كان موجود أو حاضر بإلقاء هذا البيان، ولكن هذه الكلمات أو هذه الفقرات تنسجم وطروحات منتظر أو حسين أو أي شخص آخر. لذلك احنا هذا السؤال راح يوديني إلى سؤال آخر. نعم نحن نتبنى هذه، ولكن في ساحة التحرير لما وضعنا البارحة الأخوة أجوني وقالوا لي هذه الفقرات، قلت لهم هذه الفقرات تمثلني، أي فقرة غير هذه يمكن الحديث عنها قد تلغى أو قد تعدل إلى آخره، هذه في ساحة التحرير. أما بقية الساحات فأعتقد إحنا لدينا تنسيق وعالي المستوى مع بقية الساحات في العراق، ولكن تبقى خصوصية المركز وخصوصية بغداد هي تجمع كل المحافظات. هذا واحد. اثنين، ذكر زميلي واخوي حسين انه هنالك فتنه وخوفا من الفتنه، وقد يكون هناك استغلال لهذه يوم 25، اعتقد هو ردا على انه قولي مال استقاله الحكومه والى اخر هذا الامر، وهذا حق مشروع منه خوفا على العراق وخوفا على الثوره. ولكن الا تعلمون ان مجلس النواب يوم 27 كان لديه جلسه او 25 كانت لديه جلسه لاقرار قانون انتخابات، اجلوا هذه الجلسه على الرغم انه وجودهم موجود وكذا وكل شيء جاهز. زين استاذ منتظر، يعني اليوم اجلوها جلسه نور الى يوم 10/10. 10/10 ليش؟ حتى يجسون نبض، هل الشارع العراقي سيتحرك من جديد ام لا؟ حينما لا يتحرك الشارع العراقي تعود ريما لعادتها القديمه. ما شفنا حركه الصراحه، يعني الناس ساكتين على هذا الموضوع. بالضبط، لا يعني اليوم هي من ضمن مطالب المتظاهرين هي الانتخابات المبكره، زين انا شو اسوي بانتخابات مبكره اذا هم نفس الوجوه راح يرجعوا لي ويرشحون؟ 100%، نحن منتظرين هسه يقول لك انت تضرب تخت رمل، او احنا نقول خلينا ننتظر هذا القانون حتى نفسره ونفلس للناس ونقول لهم انظروا الخلل وين. إذا كانوا 7 أو كانوا 10 أو كانت دائرة وحدة، هو ذاته هو سيم نفس الشيء، ولكن في حالة هذا يعني هذا حجة مضي القانون مثل ما هم رادوا. شنو الإجراء هذا القانون سيكون حجة عليهم، نقول للناس أنتم قلتونا انتظروا سيكون هناك قانون انتخابات عادل وإلى آخره، شوفوا تفضلوا قسم وفصل على جسدهم ليس إلا. لذلك أنا مع السلمية وأستمر إلى كل حياتي بالسلمية، وأنا قلتها من بداية الثورة أن سلميتنا هي شعار، لكن هذه السلمية أيضا جوبهت بعنف وقتل ولو ولكن السلمية هي تبقى أفضل وأكثر حل يجلب يعني لك الحقوق. مو بلد دستوري وعندنا دستور يعني يحمي حق المتظاهر اللي هو مطالب، هذا انتهاك منهم. نعم هو وليس انتهاك منه، أنا قصدي يعني بالسلمية. إذا اليوم من تريدون تقدمون بشكوى لمن تتقدمون؟ ما جرائم حقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم، هذا أهم فقرة. يعني بعد 10 سنوات أو 15 سنة أوغست بونيشيت رئيس التشيلي تحاسب على مجازر سواها من 72 بعد قتله لسلفادور ليندي إلى سنة 1990 وغيره.
رئيس صربيا كذلك، كل الطغاة حكموا على جرائم ارتكبوها بعد سنوات عديدة. لذلك احنا مطمئنين ان حقوقنا لن تذهب، ولكن سنبقى وراءها ونطلب تحقيق دولي بهذا الامر ان شاء الله. ولكن على الصعيد السلمية نقول ونؤكد على السلمية، ثورتنا سلمية، قتلوا بنا ونقول لهم لأن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بسط إلي يدي لأقتلك، كما قال هابيل لشقيقه قابيل. ونفس الشيء نقول لأشقائنا للأسف الشديد أشقائنا القابيليين في الوطن، لأن بسطتم يدكم إلينا لتقتلوننا ما نحن باسطون لديكم إلى يدكم يدنا لنقتلكم. ليش؟ نحن نخاف الله رب العالمين، ونحن نقول أن السلمية هي الثورة الوحيدة التي تستمر حتى بعد انتهائها أو اندثارها أو تحقيق مطالبها ونجاحها. نعم طبعا انتهى وقت البرنامج، وطبعا أشكركم شكر جزيل على تواجدكم معنا. كان معنا الأستاذ حسين شلخ عضو مكتب سياسي في حركة وعي، وأيضا الزميل والأستاذ منتظر زيدي ناشط في هذا المجال ومتظاهر أيضا ومطالب بحقوقنا جميعا وحقوق كل المظلومين. إن شاء الله بالأيام القادمة نشاهد، أو ما نريد جذوة مظاهرات بها عنف، نريد يعني احتجاجات ومظاهرات سلمية حتى ما يكون علينا مثلبة أو على المتظاهرين مثلبة أنه أكو هنالك اختراقات وأكو عنف وأكو كذا، اللي هي هاي اللي الذرائع اللي يذرعون بها اللي يجابهون المتظاهرين بالعنف. شكرا جزيلا لكم. شكرا ضيوف. وأنتم أيضا مشاهدينا الشكر موصول لكم، عزائنا لجميع ذوي وأهالي الشهداء، وأيضا نتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونتمنى أنه المفقودين والمعتقلين يرجعون لذويهم وأصدقائهم. إلى اللقاء.